السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا ومرحبا مليون. أبغى أسوي امتداد تحت حق الحديد، لكن قلت أول شيء بسوي روبوبورت. نفتحنا الأدفانس تويل بروسيسنج، الحين بفتح الوركر سبيد حبة، ما أن عندنا البلو قاعدين تج خفيف خفيف. فاللي أبغى أسوي نزيد، اللي ابغى اسويه اني اجيب هذا، ابغى نسوي نحول ثلاث مصانع. خلي ثلاث مصانع، اذا ابغى زياده بسوي خلي اسوي المجموعه. ما عديتهم والله، ترى ما عديت ابدا، ما عديت. زين لحظة، هذا عشان نسوي له بريك داون، يبغى له ماي، بس الماي مو وين؟ اوكي، يبغى له ماي، ما يبغى له الصوب الثاني، خلاص اوكي. بس ماي هني وين بنجيب؟ لحظة، وين أقرب مكان؟ يوف يا الدرب، وش خلنا نحط هي روبو بورت فاكتوري، شو رأيكم؟ نحط هي روبو بورت فاكتوري، أبى أحط هي روبو بورت فاكتوري بس يكون في مجال حق المصنع يسوي شغلات ثانية. لا رب فاكتور ما يكفي، لا ما ينفع، لازم نمتد. خلاص كان به، قررنا نمتداد عيال، بس يبالي اكثر من روبو بورت اسوي. خلنا نسير بروسيسرز، بي بروسيسرز بسوي روبو بورت ناقص انه مودلز برايه، عقب بنحط المودلز بنصنع. يبالي من هاي الحبتين، يبالنا ستيل وقير. يبالي ستيل، ستيل في وايد، ما عندنا استهلاك عالي عليه اصلا. زين شو ناقصني؟ ستيل، انزل اعطني ستيل، اعطني ستيل، سوي لنا نفس اخر مرة خمسة احتياطا. شو ناقصني بعد ستيل؟ لا مش ستيل، مو زين. ونبغى سب ستيشن حق السولر، زين. نبغى سب ستيشن حق السولر لازم، هذا بعدين بسويه. سوي هنا، طلع من هناك سبلتر، شل الليت. بس أبى أدور حول هذا وأسوي سملترز هنا، فول سملترز المكان يكون مرة فل. حطه هنا، شل الليت، حطي سبلتر، ونحطي هذا، حطي هنا. نبدأ الكهرباء توصل بروح أظني، خلاص ما يبغى له، ما يبغى أبقى أعاب الكهرباء، هي بيوصل. زين، ونفتر حول المكان هذا ونشخر له شخال. كم في هذا؟ هذا في 4.3 مليون او 1.6 مليون. اوكي
زين بما فيه الكفاية أنا أشوفه. زين بما فيه الكفاية. زين. في إدران بينهم يعني بحافظ على إدران أنا ما بغيره. أبوكم بعدين متوصل في اللوجيستكس ترى. على اساس لو يو هجموا علي الحين في بترول بعد حلو بشيل البترول وياه فحم ما نبغى فحم عندنا هنا نزيد منتج الفحم مو مشكله بنتخطى من هناك لين هني لان هاي اللي هجموا علي بعد اذا هاي اللي هجموا علي بتكون شوي مصيبه وانا ما بيهجمون علي الصراحه حاليا باخذ بعد شوي حبه زياده اوف يو بدري جايين من هني والله شو بيلفون صوبي اذا لفوا صوبي بتوهق خلنا نعبي اسمحوا لي سوري شو هذا خرب بيتهم يحبسون في الغابات ها ادخلوا 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 في الحماية ادخلوا في السبترز هاي السبترز شكرا شكرا هاني ان شاء الله ما يهجموا علي عاد الحين في وضع لا احسد عليه والله في وضع لا احسد عليه ابدا نعمل هاي لنا اوكي ومن تستوي الحماية على زاوية احس شوي الامور تهدى بروحها يعني عادي مش قضية بس ندخل في الموبايل هذا يستوي اوكي ممكن نسوي بالطريقة هاي بعد دايركت مشروع طيب وناجح خلهم يبنون هني اوكي بيكفينا اظن بيكفينا البورتنا في خمسه غير عندي بيكفون اكيد بيكفون بس الهجوم وايد يعني مش شوي يعني الهجوم وايد انا اقصى الحديد يسوي ازمه بس هذا بيكفينا فتره حلوه المفروض مسكر عليه بحطيه سمنترز هني شوي من عيار الثخيل شكل السمنترز بيكونوا ممتازين يعني فهذا بيسمح لي اني شوي اعزز انتاج المنطقة لأن إنتاج المنطقة وايد تعبان من الحديد. الحين أوكي يعني مش إنه مشي. بس بعد محتاجين إنتاج أكثر. الحين وقف تشرتشوف. وصلتوا الحين ليش توقفوا تشرتشوف أصلا؟ هذا سؤالي. إنزين. بيوصل لحدوده. حطي روبو بورت تقريبا هني في هالمكان. أوف. شوفوا الهجوم اللي هني خرب بيتهم يصلحون اللي عندي اللي عندي ما يصلحون اظني كارثة تستوي ترى انا ما قاعد اسوي اي نوع من انواع الصيانة ليش عندي هذا هني هني السؤال هنا السؤال تعالوا حطوا في كون روبورت وين بالضبط مكان ما هنا اي مكان ما هنا يزيك فوية تبا حطي شوي زيادة عادي ما في مشاكل يعني سنة الحين منتاج روبوتات يستوي اكتر ترى بعد سرعة البنى تزيد يعني كمية الروبوتات تأثر بشكل مباشر في كمية التطور يعني على فكرة يعني خلنا حطي لها مايه
دامك جايب عمدان تعال حط خلينا نقدر ندافع عن المنطقة، لأن لو يو هايل بيدمرون الدنيا. قام يقول ترى على فكرة أنا يبغالي أسرق من عندي من هني بحث العلم الأزرق سرق هايل. لا قوتينكم لو جمعوا علي دايركت هني. ليش في 828 واحد هني راقد؟ حركوا تقول حركوا ليش بيشلون على قياسهم هم مالي قياسهم بيشلون. بكبره شوي عن القاعدة الجديمة شكله. اقدر اوصل للماء على فكرة اقدر اوصل للماء ما في مشاكل. في شيء عندي جهاز خلنا نطور ستاك انسيرترز ما بطورهم الحين ما قاعد استعملهم. كونكريت ما شو بيفتح لي كونكريت يفتح لي نيوكلير باور. والله نحتاج باور طاقة نووية نحطينا مصنع بيغطي وايد تسنة بس الطاقة النووية ياخذ مساحة يعني. حتى هذا اللي بنحول مهني بترول نفصله بس حق الطاقة النووية بعد يستوي ترى. الطاقة النووية يستهلك مساحة طيبة يعني. مدوا هذا يدار كل الشير وهالأمور بس مو بطور أكثر من هذا لأنه إذا شفتوا أنتوا آخر مرة سوينا إذا سوينا وايد بيجون يهجمون وبعدها مش واصل لهم لا الرصاص ولا غيره والدافع فاضية وشغلانة طويلة وهالأمور. بس الحين زين استولينا على مكان فيه وايد حديد نقدر نسويه مكان كبير حق الإنتاج حقنا يعني. نقدر نريح راسنا من موضوع الإنتاج. والحين بنبدأ شكل بسوي طاقة نووية شكل آخر شو لابد شر لابد منه. عندنا دواس تسوي البروسنج بعد يخدمنا. بس الخدمة الفعلية في هذا الصراحة صراحة نشوف هذا مكانه زي تشوف يحط فوق وتحت حط الكهرباء هنا بس انهم يركون الكهرباء ما توهق وياهم يوهقوني شكل وايد يهدمون من هالصوب خاف يوني في غفلة الحين يوهقوني بعد يسوونها الحيوانين يسوونها. هاي قلت الحيوانين هي لين هاي ريترتون والدنيا وانتاج فيه ولا موقف عليهم. نحتاج كميات اكبر يا اخي ما في بتري. زين هذا اللي بيسوي لي مشاكل اذا واحد من السكاوت سياني وانا قاعد ابني بيسوي لي ازمه شوي ترى. زين خليه يوصل لهم من يوصل لهم ان شاء الله. هي بس بس من يوصل لهم بس جيت خلاص الحين بيبنوا كل مكان. هاي خلنا نحط باقي المخطط مو مشكلة. والحين هذا بس بنمسحه تعديل على المخطط خفيف خفيف. لا بعد حبة فوق عادي إذا بنتوسع هني ترى نقدر لما تخط من هني خط من هني نسوي حركات ودنيا. بس أهم شيء إن عندنا رصاص هذا أهم شيء في الموضوع. أنا أهم الرصاص ما يوقف هم يقدر يتمون يدافعون على المنطقة هاي لأن إذا الرصاص عندي وقف مصيبة الصراحة. أنا أسير السرق هاي من هناك
ولا تعرفون شو هو شي يبالي اصلا عشان الانتاج هذا الكترونيك سيركت خربطان لا يبالي شوي خلونا نسرق عليه لان انتاج شو اسمه كئيب عندي شو ناقصنا هاي حديد كيف ناقصنا لك حديد وكل هاي حديد موجود تستهبل طوابيك 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 النص جمعت طوابيك اخر شيء يبالي هنا زيت انتاج الحديد الصراحة لا يبالي زيادة انتاج حديد زين خلنا نسوي ابجريد حق هايل عندي حق ابجريد ما اعرف وين حطيتهم تصدقون خلنا نشوف وين بيروح لا ما عندي سويت ابجريد مكان ثاني انا وين قاعد امشي في الليدر ليش خبروني زين انتم في الليدر زين almost everywhere almost اوف هذا مكان خطر اذا حصلوا لهم فتحة مصيبة زين هذا يغطي وهذا يغطي حتى اذا يوقف البلايند سبوت عندنا مجال يعني عادي انزين الحين اللي بسويه شو ما بقى قاعد اسوي كله من اول وجديد لا بنسوي كله من اول وجديد هذا لازم شوي نشخله المكان هذا شو طورنا الحين بنطور روبو سبيد 2 ابوهم اسرع محتاجين السرعة نحن حاليا بشكل كبير انزين هذا الحديد بكبره والله تصدقون بعد ما كفاني عادي بهذه زيادة طيرهم شو كهربا مخصوص يعني اوكي ليش هاد مسافتين مو مشكلة عادي لان لو خلص هذا برد احطيهم مكان ثاني في كل الاحوال ف امور طيبة يعني مش لان هذا كله يعاد استعماله على فكرة يعني مش انه تعبنا مرة واحدة وخلاص لا كل لإعادة الاستعمال كل الحديد هذا بنشخل عقب دينا مسافة أكبر عقب شل أكثر بكل بساطة يعني هذا الوضع ما فيه أوكي خيبنا هذا الحين نبقى للسملتر سمتر ما هو نفسه الأولي كان ناجح بس يبالي هذا سمتر ناجح يكفي ما يبالي ولا يبالي لا يبالي ولا شيء هذا هني سمتر 1 هذا هني سمتر 2 هذا تحطنا بالغلط أنا في يوم من الأيام لا زال موجود من متى اقول بعدله ولا عدلته بعدله نزيد
الحين يبالنا فحم. فحم بس تعمل هذا نفسه حاليا. مو بناقص ولا طيبة. مش ناقص خلنا نكده. لين ينقص. لين ينقص الله كريم. بسوي غيره. عادي يعني. مش خوية. المشكلة مش هم في هذا. المشكلة. لازم اسير ايب. اندر جراوند ملتو بلتو. اندر جراوند ملتو بلتو. صح بلتهم يا بولي. اوكي ريح الراس بيبون لهم قضية. ترى اللعبة اذا بنلعبها ضد وايد اعداء يبولها امتدادات وايد يبولها سوالف وايد يبولها الواحد شوي حاسب بعد في نفس الوقت. لان اذا خذ الواحد روبوت كارغو سايد تعال شو اللي حبه زيادة ابنه مزين. اذا الواحد حاسبنا على سوالف نفس هاي تشوفون عماركم مدورون بلاوي تعبون وايد. دائما الافضل نسوي الامور بشكل ابسط زين. فهذا هم يبنون الحين بيمشي ترى عليكم هذا الفحم. هذا انا في اللوجيستيك ترى انا في نص اللوجيستيك كله. انا اخاف اطلع كل شوي عنهم هي اطلع كل شوي عنهم فيتلعوزون فما يبون يسوون. بس عادي ترى هم كونستراكشن بوت في النهايه هم بيسوون ترى يعني ما عندهم مشاكل فامورهم طيبه. في وايد هذي عندنا بعد بس هذا 1 point something يعني نتكلم عن 4.3 مليون يعني اصلا وايد حديد في كل موقع. بيتم فترة طويلة قبل انه يكون نحن نحتاج نغيره ولا نسوي له ابجريد ولا whatever يعني. انزين يبالي هاي بالس سبلتر و سبلتر بيلعوزني عن جد يعني زعلني. هاي المكان ما شغلنا الربو فرتر بس مش مشكلة عادي ما شغلة ترى. احنا بس عندنا سبلتر هاي لازم نسوي له اوتوميشن صراحة سبلتر وغيره. وهاي ترى شغلة الاوتوميشن هي تاخذ وايد وقت في اللعبة. اللعبة كلها اوتوميشن عارف لكنه تاخذ وقت وايد اساس الواحد يطبق الاوتوميشن كله يعني يباله شوي وقت. هذا هني هذا هني وعنا هذا هني عنا هذا هني بيكون ونبى أندر جراوند بلت سبلتر ثاني ونبى أندر جراوند بلت وين كان أندر جراوند بلت هذا هو هني. أوكي شفت كيف استوى الوضع يا صديقي عيب عليك الكلام ده كيف الفحم بيوصل عيب هذا عادي
انت بدون تاج. هذا تاج الحديد نحاس صغيره برايي من بدون تاج. عقب شوف الحين كيف تاج الحديد هناك يكون ناقص نعبي هناك التاج خلاص مرة طيبة. هذا التاج رد شبه طبيعي اللي يعني اشوفه بشي مسكر يعني كلها مسكرين. لحظة اي واحد شو يحصوين اي واحد هاي طلع لي حصان اوه طلع لي حصان اوه مشكلة الحصة مرة توقفه مرة ويشبلي هناك في نص الانتاج ويطلع جوي ترى هذا اللي منزل سرعة الانتاج هني. في حد ثاني عنده حصة خلنا ندقه العينه هذا في الوسط ما في حصى نعوض الحصى اللي نقص يعني لنا بينقصنا شوي. اوكي لين يتعب الخط شوي بعدين يستوي مرة طيبة. هذا الخط انتاجه ممتاز فما بقسمه ما بضيع انتاجيتي مقابل شيء. فشو بسوي بس هذا الخط كامل بشله قبل انتاج يروح هناك دايركت. هلا سبرتر نبغى ترى شيء مكانه بيرد انزين على الاقل الازرق يكون عندنا شغال يعني. انتاج الحديد بنستفيد منه عقب ترى مش الحين 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 نسيب منه شوي عقب. هذا انتاج الحديد انتاج الحديد انتاج الحديد امتداد الى الجنوب هذا كان. فنشوفكم ان شاء الله في حلقة قادمة على خير. هذا كان توجه للجنوب شوي خفيف ونشوفكم في حلقة قادمة ان شاء الله.